دخل النبي عليه الصلاة والسلام فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت زينب رضي الله عنها أنهلك يا رسول الله كلنا وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ناس بيسبوا في الله ده وقالوا دين الله ما نافع وقالوا القرآن النزل والله ما نافع وكبروا مرة واحدة جابوا صور قالوا ده الله ذاته. أي مسلم عاجبه عاجبه والما عاجبه يقع البحر. يبقى كيف الله يفتح عليكم يا جماعة؟ أنهلك يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أهو ده الهلاك. عيش دقيق كله بايص مع إنه البلد منتجة وزراعية أولى في العالم ثروة حيوانية الأعلى والأكثر في العالم ونحن برضو جعانين. ليه؟ لأنه في ناس زي ديل قالوا دين الله ما نافع والناس ساكتة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. ده عقاب ولا ما عقاب؟ بقروشك بقروشك ما تلقى عيش، بقروشك ما تلقى بنزين وجاز، بقروشك ما تلقى غاز، بقروشك انت يعني انت ما ماشي تشحن، انت عندك قروش ودي شايله ما عندك الحاجه تشتريها بها والقروش في فينا جام اكثر من كده بيجيكم. اذا سكتوا على الباطل ده ما انكرتوا. وانا ما بقول يعملوا المتطرفين التفجيرات والقتل، لا ده ما عنده علاقه بالاسلام. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من روع مؤمنا أو هدم منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. صحه الألباني كما عند النسائي. ده ديننا نحن. لكن لابد تنكروا الكلام ده يا إخواننا. من رأى منكم منكرا فليغيره. أنتوا خايفين ليه ما قدر تنكروا؟ يقول لك والله لو أنكرت طبعا أنا مدير في الشركة وبيشيلوني. رزقك ما على الشركة ولا على الناس شالوه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنكر الكلام ده بالحجة وبالحكمة وبالدليل من الكتاب والسنة. والله نحن حلفنا بالله موضوع ده أبدا ما بنخليه. والناس اللي نحط معهم قرط والمرة الحبابة اللي قالت دايرة معي مناظرة. أليس فيكم رجل؟ جمهوري كل ما في راجل؟ دي كلها ما رجال؟ دي كلها ما صلاة زي ما قال ذاك؟ دي كلهم ما رجال؟ البدل والكريفتات دي كلها ما رجال؟ جيبوا راجل جيبوه عشان نجغموا هنا لما انتوا تحتاروا ذاته. وانتوا بتين بتعرفوا المناظره؟ قران بتقروا غلط يا اخواننا من الورقه كاتبينه له في الورقه بيقرا غلط. ده تناظر شنو انت؟ طيب